السلام عليكم. اليوم لنا عودة إلى ملعب عنابة، حيث أنه بدأت عملية تشغيل ألواح الإلكترونية واللي أعطت نتائج رائعة. وبالمناسبة حبيت نأكد واحد النقطة مهمة جدا، أنه كل هذه الاستثمارات وهذه الجهود اللي بذلتها الدولة من أجل تجديد هذه الملاعب وبناء هذه الملاعب الجديدة، كل هذه الوسائل التي تمت استثمارها لابد من استغلالها في جلب العملة الصعبة وبيع البطولة الوطنية وكل المظاهرات التظاهرات الرياضية اللي في الجزائر، لابد أن تباع إلى القنوات الدولية، وخاصة وأن الآن أصبحت لدينا علاقة جيدة مع قطر وقناة الجزيرة، لابد من البطولة الوطنية نشوفها في القنوات بين سبور وفي القنوات الدولية، لابد من هذا لرونتابيليزي وفريكتيفي رونتابيليزي هذا يعني المنشآت اللي تم إنجازها. وما لازمش احنا دوك نكتفي ننظم البطولة ومن بعد نعاود نترك هذه كل هذه الملاعب، نتركها للنسيان والاندثار. ما فيش فايدة الإنس احنا نروح نلعب ببطولة إفريقية ولا نروح لبطولة العالم وحنا الملاعب نتاعنا عندنا خردة في بلادنا، واش من الفائده تروح دير لاكوب دي موند وانت الكره القدم الرياضه كره القدم ولا رياضات بصفه عامه في الجزائر يعني في مستوى متدني والمرافق الرياضيه في مستوى متدني. لا يا اخي، لابد ان هذه كل هذه الاستثمارات اللي تمت يعني الجهود الكبيره جدا يعني والحق يقال ان هذه الملاعب تم يعني نرميز نيفو، تم يعني تجديدها بطريقه لتلبي المقاييس نتاع الفيفا. اذا لابد استغلال هذه المنشآت لكي ننتج ان سيرفيس، سيتان سيرفيس يعني الكرة القدم يعني البطولة وكل يعني الصور هذه والفيديوهات اللي سوف تندار على المقابلات على كرة القدم في الجزائر، لازم تكون بصيغة عالمية من ناحية النوعية، لازم تكون نفس النوعية من كما المقابلات اللي اندارت في كأس العالم في قطر، لازم تكون نفس النوعية، ما فيهاش هذا حتى هضرة، لازم نفس النوعية. ولازم هذيك يعني المقابلات هذه لازم تصدر الى القنوات الدوليه، اوترومون ما درنا والو. هذه هي، والمسؤولين الى ما خلاو كل هذه الاستثمارات تروح هبا يعني تروح مهب الريح، والله عباد فيها حساب، لازم يكون فيها حساب لكل هذه الاموال اذا ما لم تستغل في تطوير، خاصة ان المداخيل اللي راح ننتجها من تصدير مباريات كرة القدم والمباريات في صفة عامة سوف تستثمر في تطوير الرياضة وتطوير وخاصة الفئات الشبانية. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.